السلام عليكم. يا رب كده تكونوا بخير وبصحة كويسة وتكونوا سعداء ومبسوطين ومترابطين. الأسرة هي عبارة عن مجتمع صغير جوه مجتمعنا الكبير، ولو المجتمع الصغير ده اللي هو الأسرة كان فيها ترابط وفيها صلة وفيها تفاهم، المجتمع كله هيبقى مجتمع صحيح وسليم. لكن لو الأسرة اللي هي المجتمع الصغير بقى متفكك ومش مترابط، مفيش صلات بين أفراده، بالتبعية المجتمع كله هيبقى ليه نفس الصفات. وجهة نظري إن سبب كبير من أسباب التفكك الأسري إن الأسرة ما بقتش تقعد مع بعض، ما بقاش بينهم علاقات، وده بسبب السوشيال ميديا. الحقيقة قد يكون رأيي غلط وقد يكون رأيي صح، وده أراء ناس كتير على فكرة، لكن هنعرف بقى إذا كان ده صح ولا غلط من مين؟ من المتخصصين، من أهل العلم. ومعايا دلوقتي عالم من علمائنا المتخصص في علم نفس الأسرة وفي علم نفس المجتمع. برحب بأستاذ دكتور علاء رجب، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. شرفتني يا فندم والله. أهلا وسهلا بك أستاذة نشوى، وأهلا بكل مشاهدينك الكرام. الله يخلي حضرتك، وأنا يعني متشرفة بوجود عالم زي حضرتك معانا في تخصص مهم جدا. وحضرتك قلتي مقدمة يعني مؤثرة بصراحة حقيقي، أنت قلتي جملة مهمة جدا دايما بنقولها في التنمية الإنسانية عموما، يعني لو الأسرة كويسة المجتمع هيبقى كويس. صحيح. يعني احنا معظم مشاكلنا في الحياة الأسرة، الأب والأم، التربية. التربية دي أهم شيء. أنت حضرتك في المقدمة قلت التربية والبيت والاتصال والكوميونيكيشن موجود، كنا زمان بنقعد مع بعض بنتكلم بعض، كنا زمان بنسلم على بعض، ما بنبعتش قلوب إلكترونية. أنت وحشتني بعت قلب، بقت مشاعر إلكترونية مش مشاعر بجد، ما بقيناش نبص لبعض بالعينين، ما بقيناش نسلم، بنبعت لبعض الحضن، الأب والأم اللي هو الحضن، أنت وحشتني. مشاعر بقت فعلا إلكترونية أثرت. فكانت المقدمة معبرة وموجزة جدا انه فعلا احنا حياتنا ناقصها كتير عشان عنصر الاخلاق في التربية قل قوي. عارف يا دكتور، انا كان والدي الله يرحمه ويحسن اليه كان بعد ما يرجع من شغله يلمنا كلنا كده بعد الظهر، امي تكون عاملة صينية كيك، يعني انا فاكرة جدا ريحتها كده فحفعها في البيت، ونعمل شاي ونقعد كده بعد العشاء نقعد نتكلم. وهتستغرب حضرتك، كان والدي بيقعد يعلمنا قيم ازاي من خلال حكاوي تخص هو. بمعنى انا كان والدي اللي هو جدنا يعني كان بعمل كذا، فجدكم يقول لي كذا، فنتعلم ان والدي لو غلط في كذا جدي بيعمل كذا، او جدي بينصحه بكذا. حتى لو والدي كان عنده مشاكل في شغله والله كان بيقعد يحكيها لنا رغم ان احنا صغيرين. فاطلع انا حاسه بابويا قد ايه بيتعب علشاني، قد ايه بيتحمل مشاكل في شغله بس عشان يجيب لي فلوس. ففعلا كان في فكرة الترابط دي، ترابط واتصال ومشاركة. وشوف حضرتك الأحلى تعليم اللي كان بابا بيعمله. ما أنا دايما بقول إيه، أنت ما تتعبش تقول لابنك اعمل وسوي، هو شايفك 24 ساعة أنت مسرح عمليات، هو قاعد يتفرج عليك في كل موقف أنت بتعمل إيه. حضرتك بابا خلى عندك ما يسمى بالمناعة النفسية، خلى عندك نوع من أنواع القيم التربوية اللي مش موجودة، اللي مهما حد قال إحنا محتاجين ومحتاجين، لا بابا كان بيعمل ده بشكل عملي عن طريق مواقف. ودايما إحنا كنا بنقول اجمل انواع التربيه التربيه عن طريق المحاكاه والستوري تيلر. أيوة. راوي الحكايات كان يدي الحكايه وطلع منها القيم. وده مش بنلاقيه دلوقتي، لان دلوقتي ما بقاش فيه اب وام. حضرتك يا استاذه نشوى، الحضن الاباء والابناء بيفتقدوه، الحضن. انا في ناس بيبكوا نفسهم يحضنوا ابوهم. البنوته تتانجش مع باباها ما فيش، يقول لها لا ما تتانجشيش. بقت في المشاعر والاحاسيس عندنا للاسف، احنا شعب بنتكلم كتير عن العواطف والمشاعر واحنا ابعد ما يكون عن المشاعر والاحاسيس والعواطف. والله الاب بيقول لك انا اشتغل 24، انا اشتغل عمري، ادي عمري كله لابني. انا بقول له ما تديش عمرك كله لابنك، انا بقول لك علم ابنك. مش الفلوس، مش الكريدت هو الاساس دلوقتي. الاب والام طالما موفرين فلوس مش مهم ابنه قاعد على الجهاز اللي حضرتك قلتي عليه، الايفون، الموبايل. قاعد طول الوقت هو خالق عالم افتراضي، طبعا سبب مشاكل كتيره جدا. الخيانات الزوجيه اكترها من مواقع التواصل الاجتماعي. ده الحالات اللي بتتعرض على حضرتك. طبعا، لان كل واحد حضرتك كل واحد كل زوج قاعد ماسك الموبايل، هو شايف حياه تانية خالص غير الحياه الواقعيه اللي احنا بنشوفها في حياتنا. وعلى فكره اكتر ناس معرضين للخيانات الزوجيه الراجل اللي هو عنده جوع عاطفي. المراه اللي هي نفسها في الاشباع العاطفي، انت مش بتشوفي اسير الاحزان ومش عارف ايه، وانت مهجور ولو لا حضرتك زعلانه، انت زعلانه ليه النهارده؟ انت حزينه ليه؟ شكلك فيه حاجه. المهم بتبدا صداقه بريئه. وما اكثر الذئاب البشريه
سوري من النوعيين، اصل خلي بالك من نوعيتين، مفيش راجل خاين وست مش خاينه، عشان بس ما نربطش الخيانه برجل او الخيانه بامراه. أيوه. الخيانه سلوك قد تقترفه المراه وقد يقترفه الرجل. أيوه. مثلا الراجل ما بيخونش مع واحد صاحبه، اكيد أيوه. بيخون مع واحده والواحده وهكذا. هي الخيانه سلوك بس بيبدا باشباع احتياج. المراه بتخون مش سوري مش جسد الاول، بتخون مشاعر واحاسيس، كلمه حلوه ده بيعمل فينا كده. البنات الصغيره بتنجرف لعلاقات مش سويه عن طريق الموبايل يا فندم، حتى عن طريق الموبايل يعني بغض النظر عن السلوك المشين مثلا. يعني ربنا يا رب يعافي كل الناس من السلوكيات دي، لكن كمان في العاب الكترونيه على السوشيال ميديا الاطفال بينتحروا بعدها. ده موضوع كبير، ده عايز حلقات عشان نوعي فيه، ده عايز حلقه خاصه كده. والاب والام يقول لك ايه، خلي الواد او البنت يتلهوا في عشان اعمل شغل البيت، فتديله الايباد ولا تديله الوات ايفر اللي معاها، يقعد هو يدخل يلعب لعبات ممكن تدمر عقله. في تنمر بيحصل على اولادنا من خلال العاب الكترونيه، في حالات انتحار، في حالات اكتئاب شديده، وده عايز موضوع كبير. ده عايز حلقه لوحده. لكن عملت ايه فينا السوشيال ميديا؟ عملت فينا حاجه مهمه جدا وهقولها بكلمه سهله عشان مشاهدين، خلت الانسان ما عندوش قناعه بالبطر. عارفه البطر كلمه بيتبطر على النعمه بتاعت ربنا. انا بتبسط معاكي عشان ما لان مشاهدينا كل مشاهدين يعرف بقى، كل واحد شايف حياه التاني. الله انا نفسي، انا دايما عايز اقول كلمه مهمه جدا، المشاعر والاحاسيس مش مكانها الشاشات. انا اول ما بلاقي اتنين هيمنين في بعض قوي على الحب بقول هما امتى هيتطلقوا؟ سوري هو امتى وكل واحد ايه جاب لي ايه وعمل لي ايه؟ المقارنات الشديده دي يا استاذه نشوى بتسيب اثر سيء جدا على الانسان نفسه. يا فندم انا ابتديت اشوف حاجات كمشاهد. اتفضلي. زوج وزوجه عاديين، ناس مش على فكره مش فنانين مثلا عشان يقول لك ده فنانين، لا ناس عاديين، والزوج وزوجه يعني بيبصوا بعض الغرام قدامنا على طب احنا مالنا؟ ما حضرتك الحب براحتكم. انا دايما اقول الحب مش مكانه ده السوشيال ميديا، وده للاسف الشديد بيحصل مقارنات، فواحده تيجي تقول لك شوف اشمعنى بيعمل ده، ايه بيتخانق مع جوزها، اشمعنى بص بيعملوا ايه؟ يبقى عدم الرضا والبطر على الحياه اللي هي عايشاها، المقارنات الشديده، الالفاظ السوقيه السيئه اللي دخلت بيتنا. وحته مهمه جدا يا استاذه نشوى، واحنا مجتمع شرقي جميل، الحياء فين؟ ما بقاش فيه يعني احنا دايما سوري يعني دايما تمتاز المراه العربيه او المراه المصريه بكلمه اسمها الحياء. السوشيال ميديا خلشت حياء الاخرين. خلت اجمل ما فيه قيامنا هو الحياء، انه سوري يعني مواقع التواصل الاجتماعي خلت الانسان في الفاظه بيتعدى الحدود، بيتكلم كلام غير مسؤول. يا فندم يا فندم بيدي نصايح وهو سوري. في تطبيق معين مش هقول اسمه يعني، بس اللي هو بيطلع عليه 3 دقائق كده، يعني تطبيق مشهور جدا لكل الناس عليه. انا بشوف حاجات اخجل انا كست ان انت تشوف، ومع انها ست زيها. والله العظيم اخجل ان انا اكمل فرجه عليها. يعني ومش عايزه اقول لحضرتك مشاهدات بملايين الملايين، وبعدين ارجع اقول طب هذه السيده معقوله يكون ليها مثلا ابن يعني لما كبيره ما تخجلش ان ابنها يشوفها مثلا بتقول الالفاظ دي او كده، ملهاش زوج، ده ساعات الزوج بيصور مراته كده يعني. طب هو اللي ماسك الكاميرا وبيصورها علشان ترند ومعرفش. عشان كده انت قلتي في اول حلقه لو يمكن قلتي الاب والام التربيه شكلها عامل ازاي. نحن نعيش للاسف الشديد، مش احنا طبعا، بعض الناس بيعيشوا دور الكومبارس في حياه ولادهم. انت دايما لازم تبقى عارف، لازم ما تعيش دور الكومبارس، انت لازم تشارك حياه دور ابنائك، لازم تكتب سيناريو حياه محترم. ولذلك يمكن حضرتك بتقولي كلام مهم جدا، فين احنا من حياه ولادنا؟ خلي بالك يا استاذه نشوى، احنا عندنا مشكله كبيره جدا. انا دايما سوري يعني دايما بقول سبب انحراف الابناء بالدرجه الاولى الاباء. ما تزعليش مني، لا هذا تصريح صادم. وناس تقول لك اصل انا عايز اقول لك يا استاذه نشوى كلمه مهمه جدا، التربيه مش بالنوايا الطيبه. يعني الله انا بقيت اب، الله انا بقيت في الاجيال الجديده الحقيقه انا بحترمهم جدا، ولادنا صغيرين خالص. يعني لما مثلا ايه بياجلوا الانجاب شويه فاقول لها يا بنتي ما تخلفي، تقول لي اجيب ابن وانا مش متفرغه له ليه؟ فقلت لها يعني طب ما تتفرغي، ما انا لازم اشتغل علشان يعني نبتدي حياتنا او نكمل حياتنا واحنا ما عندناش مثلا اقساط. ففكره انه اجيب حتى انا بنتي مثلا اقول لها طب هاتي وانا اربي لك، تقول لي لا وانا اجيب طفل عشان انت تربيه يا ماما، انا عايزه ارب انا ابني واتفرغ له عشان في اولادنا بيفكروا تفكير سليم جدا. في اولادنا وبرده على المستوى الثاني، اما تقول لاب وام انتم سايبين ولادكم او ما بتقعدوش مع ولادكم، يقول لك طب ما انا لقمه العيش، ما انا لازم اشتغل طول اليوم وليل ونهار. دي الشماعه اللي بنعلق عليها اخطائنا، انا اعمل ايه؟ انا دايما اقول له حوش لاولادك وتعالى الدكتور نفسي عشان يعالجهم بعد كده. للاسف الفلوس ما بتربيش، ولا النوايا الطيبه تربي. اللي بيربي ان الانسان اجمل شيء ممكن تديه في حياتك لانسان، اديله
جزء من وقتك من عمرك، التربية بالعمر. حضرتك ست فاضلة ربيتي ولادك فحاسة بالتربية، شو بنتك بترد عليك تقول بالمنطق. ايه بالمنطق وبالفكر ده. احنا محتاجين ملايين من البرامج، مش الحاجات اللي طالعه على السوشيال ميديا والناس اللي سوري انا اسف يعني بتدمر في حياه الاسره المصريه. بتدمر في حياه، احنا بنتعرض لاكبر هجمه شرسه عن طريق السوشيال ميديا مننا، احنا بنحارب نفسنا مننا فينا ومن غير متخصص. شوف حضرتك قلتي انا بجيب متخصص، معلش انا اسف، ده انت فنانه كبيره وانسانه تقدر تقولي رايك، انا مش يعني سوري يا فندم. لا انا مش، لا انا يعني ما عنديش العلم اللي عند حضرتك في النقطه دي، فلازم استعين بيه. حته مهمه للاسف، في بعض المذيعين للاسف مقدمين البرامج بيتكلموا كلام كانهم هم خبراء في الشؤون الاسره. والله خبراء دي بقى يعني انا طبعا مش عايز الوم حد طبعا، لازم كل واحد حر يعني في قناعاته، ولكن فيما يخص علم المجتمع او علم نفس الاسره دي علوم، علوم يتم دراستها. انا لازم عشان اتكلم ادي نصيحه الراجل او ادي نصيحه الست تتعامل ازاي الراجل، لازم اقعد 5 سنين في مكتبه قافلة على نفسي اقرا صح. علماء النفس بيقولوا ايه، علماء الاجتماع بيقولوا ايه صح. واشوف وادرس واذاكر عشان اللي هيطلع من لساني ربنا هيحاسبني عليه، لان الكلمه دي ممكن تاثر في ناس كتيره الكلمة جدا. كلمه امانه، الكلمه امانه، في كلمه تموت انسان وكلمه تحيي انسان، ودي حاجه معروفه. احنا للاسف الشديد يا استاذه نشوى، اللي يتناسب معاكي ما يتناسبش مع حد تاني، واللي يتناسب مع الرجل ده ما يتناسبش مع حد تاني. في العلاقات الانسانيه كل واحد ليه بصمه نفسيه مختلفه مختلفة جدا، وكل واحد بيبقى مدرك لمشاعر واحاسيس مختلفة عن الاخر. فاللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا مش حقيقي، انا بقوله لكم اهو مش حقيقي. افكار احيانا مسمومة، احيانا بتعبر عن صاحبها ما تعبرش عن الناس نفسها. خلت حتة مهمة جدا، مفيش ثقة بيننا وبين الاخرين، خلت مفيش زي ما انت قلتي تواصل بيننا وبين الاخرين بشكل كبير جدا. في اختراب في الاسره، كل واحد ماسك الموبايل. احيانا يمكن حضرتك بتشوفي اسر دلوقتي يقول لك لو هندخل البيت كله يسيب الموبايلات على جنب عشان نعرف نقعد مع بعض. وبنبقى اقول لك على حاجه، ما انا مش عايز الوم يعني، انا من الاسر دي للاسف بنبقى متجمعين يا ولادي ده مش عارف ايه، اول مثلا نقعد نقعد شويه بعد كده كل واحد يروح ساحب تليفونه وقاعد. النادي ما بقاش خلي بالك، لا لا نادي ايه، زمان كنت تقول يا الله هنلغي النادي تحصل مشكله. اول ما نلغي النادي هي تلاقي البيت كله بيتكلم. يعني مفيش الكلام ده. احنا عايزين نوعي كتير قوي، ونقول للناس تعمل ايه في المواقف دي، ونقول ايه للناس لما مثلا تلاقي ان هي داخله مريضه بالادمان. ادمان السوشيال ميديا ده ادمان، في ناس تبقى قاعده معاكي سوري انا اسف يعني صاحبتك وهي قاعده معاكي ماسكه الموبايل، انت بتبقي متضايقه منها يعني جاي تقعد معايا ولا جاي ماسكه الموبايل. احنا بقينا يعني مرضى بالسوشيال ميديا جميعا، ولا استثني نفسي للاسف، بحاول اقاوم بس انا ربيت عيالي وجوزتهم بقى، ف ما شاء الله ربنا الحمد لله. دكتور انا بشكر حضرتك وشرفتني وانستني، ويمكن الفقره مش كبيره، كنا محتاجين نستفيد اكتر، بس ان شاء الله تشرفني في فقره ثانيه. ميرسي ليكي قوي وشكرا لحضرتك. شكرا يا فندم، شكرا.